رحب النائب شعلان الكريم بزيارة رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر إلى منطقة مكاشفة في محافظة صلاح الدين بحضور قيادات سياسية نيابية ومحلية من تلك المحافظة. باسم أهالي صلاح الدين نرحب بالأخ الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة ومن معه من الأخوة أعضاء مجلس النواب العراقي، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا في مضيف عمامكم البعيسة، وحياكم الله وبياكم. ما نقول إلا أنتوا المعازيب وأنتوا أهل الدار، فحياكم الله وبياكم. شيخ خميس شرفت بين أهلك وناسك، وهذه زيارة مباركة إن شاء الله على صلاح الدين وأهل صلاح الدين. حياك الله شيخ.